في عمق الذاكرة، ذاكرة الفنان أبو أصيل، عن أول أغنية تذكرها الآن ونتمنى نسمعها منك الآن بصوتك. والذكريات يا أخي صدى السنين الحاكي. الله. وهي فعلا كانت عن طريق الحاكي أولا، اللي هو طبعا الأسطوانات. نعم. قبل يكون والراديو أيضا. نعم. ويعني ذكريات جمة لا تخطر بالبال الآن. لما طب لو قربناها لك وقلت يا ورد محلى جمالك، جمالك بين الورود يا غصن محلى، قوامك لما تنود قلبي عليك والهان، عقلي وراك حيران والزين ذا كله ولا مرة تجود. ولو قربنا أكثر وقلنا نبي نعرف قصة هالأغنية. والله الحقيقة شوفي، هي انتشرت مش عن طريقي وحدي، حتى أبو عبد الله حبيب القلب طلال غناها زمان. وهي ما في شك، أنا دائما يعني وخاصة الكليمات اللي أقولها أنا لازم يكون لها شاهد حال. والوردة طبعا ما في شك إنما هذه كلمة مبهمة، لأن المرأة توصف بالوردة وتوصف بأي كان رمزي ثاني، يعني ما في شك إنها كانت على ذكريات جميلة. ووصفت هذا الجمال الأنثوي الجميل النسائي الجميل بغصربان من الورد، يعني فقلت يا ورد محلى جمالك بين الورود، وكانت شاهد حال جميل يعني عرفت تنته لحظة من اللحظات. وهذه دائما الجمال دائما يثير الفنان ويثير أشجانه سواء كان ذلك شعرا أو موسيقى. طيب ولحنها، بما أنك كاتب وملحن هالأغنية القديمة جدا، يعني حابين بطريقة أبو أصيل لحنها. لا لحنها كان سهل جدا، يعني كان سهل جدا لأنه لحن هو من الرسم، وأنا دام عادتي ما أقول أبيات شعرية كذا إلا واللحن معاها يعني. نعم. فهي ما شاء الله كانت يعني ذات عينين للحن، وال تسقيك من عينها وردا ومن يدها وردا فما لك في سكرين من بدي. فالحقيقة انه جاء اللحن والكلام في وقت واحد في آن واحد، يعني شيء جميل. لكن يعني ما ادري، احنا اكثر شيء نسمع عن الفنان ابو اصيل انه رجل يعشق الشعر على حد علمنا. اغلب الاعمال الناجحه اللي قمت بها مثل ما علينا يا حبيبي وامتى انا اشوفك، يعني اكثرها قمت انت بكتابتها وتلحينها وغنائها. اي والله كانت مقاوله هذيك الايام ولا تزال يعني. نعم. الحقيقه انما انا ما بعرف، يعني دائما ما بعرف احط نفسي في مصاف الشعراء الملمين في الشعر الغنائي، إنما لما تأتي شواهد حال تترأى لي فيها سواء كانت لي أو لحد من زملائي أو في مرأة ذكريات يعني، فتأتي هذه الأبيات يعني الغنائية. نعم. تجتمع كل هالكلمات مع الألحان. نعم. مع الإحساس مع كله. الله يحفظك. اسمحي لي ريم، تفضل حمد. الفنان أبو بكر سالم، الفنان أبو بكر سالم من جيل الأغنية الأصيلة وواكب الأغنية العصرية أو ما يطلق عليها اسم الشبابية. الفنان أبو بكر الجمهور لا زال يعني يسعد بأغانيك الطربية. الفنان أبو بكر سالم مع الأغنية الشبابية أو مع التجديد، أو لا زال إنه يقول لا إحنا لازم نتمسك بالأغنية القديمة والأصيلة؟ أنا والله ضد التحليل هذا وضد التصريف على أنه في أغنية كانت وأغنية بانت، إنما هناك فعلا أنا بكل أسف أقولها في تغيير جذري في مضمون الأغنية اللي تنتج الآن. فكثير منا وأنا واحد منهم الحقيقة، يعني الأغنية هي جزء من هموم البيت العربي، البيت العربي كله ككل، يعني لا نحط الفن في شقة لوحده، نفصلها عن هموم البيت العربي الكامل اللي هو يتحمل هذه الأيام ويظهر في إسفافية للأسف، كما من ناحية الاجتماعية من ناحية القومية من ناحية الثقافية وهلم جرى، ومن ضمنها حتى الأدب والفن بالضبط. فلا نجعل هذا الفن منزوي ونغلقه عن هموم الأشياء الأخرى التي هي فعلا في ذات ضعف واضح وملموس جدا حتى في
في حرية الخطابة، في حرية الشعر الآن، في أسلوب الشعر أصبح شعر في نوع من الرخص للأسف، لأنه أنا زي ما قلت لك لا أستطيع أن أفصل الشقة الفنية من البيت العربي كامل، اللي هو يحمل الآن الرواتب والهموم، وهي هذه واضحة العيان والبيان لكل عربي. وما تزال تبحث عن إجابة. طب هذا السبب أبو أصيل خلاك تقوم بتجديد بعض الأغاني القديمة للفنان محمد مرشد ناجي؟ أنت سمعت أغاني محمد مرشد ناجي؟ نعم. هذا فنان زامنا وفنان صديق عزيز، وشفت نبشت من القديم، يعني يقولوا عتيج الصوف ولا جديد البريسب. نعم نعم، فمحمد من هذه النوعية، ولأنه بعد كل البعد عن 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 مواصلة العطاء الفني، وجدت في بعض أغاني الملمس الجميل والتراث الجميل اللي يحسبه كل واحد في الجزيرة بصورة خاصة، وحتى العربي لو سمعها بيجد فيها صداقة التراث وصداقة الإحساس بالكلمة. نعم. فعملت مع الأستاذ محمد الألبوم اللي سمعتي. نعم. وألا يا مرحبا بش وبهلش وبالجمل اللي راح ألبش، شوف كيف حتى اللهجة فيها عفويات. نعم. وفيها لكنها صادقة من الأعماق يعني. نعم نعم. وفي التجديد ما هو الشيء اللي راح تضيفه أو أضفته تعتقد؟ لا أبدا، أنا ما أضفت شيء يعني. نعم. يعني صوته كان جميل ويذكرنا بأربعين سنة سلفت يعني. أكيد. طبعا يعني لا. بدأت أنا عام 57 وهو بدأ قبل يمكن أستاذ محمد. نعم. وإنما يعني اقتضى لنا أن نظهر طبعا في إطار فريم جديد من ناحية الكمنجات والصول والتجديد هذا، ومش كلها هي ثلاثة أغاني أنا اللي طفلت وعملتها. نعم. والباقي عملتها بالعود والإيقاع، بحيث أنها هي زي ما بيقول البيت الشعري حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. ريم اسمحي لي بس ننتقل من الماضي إلى الحاضر. الفنان أبو بكر سالم من الفنان اللي ما تعاونت معاه لحد الآن، لأن ما شاء الله في زخم الفنانين اللي تعاونت معاهم وأظهرتهم للساحة، أمثال ذكرى ووردة وعبد الله رويشد ومن الخليج كثيرين والمغرب العربي ومن مصر. والله هذا اللي استطعت ان امسكهم بيدي يعني الحقيقه، انما في صوت يشدك وتروح تجري بعده من هذا الصوت. والله يعني على فكره ما اقدر احدد واصنف، ولكن في صوت تشده انت ولكن ما يقرب الى وجدانك يعني. فان شاء الله يعني في المأدبه كثير من الاصوات طيبة الآن على أنا بتكلم على صعيد الجزيرة العربية يعني، وحتى على صعيد العالم العربي ككل في أصوات نسائية جميلة زي ما تفضلت ذكرى. أنا كنت عاشق زمان صوت نازك الله يرحمها وأعطيتها قصيدة نازك الملائكة. نازك لا نازك ملائكة الشاعر نازك مغنية. نعم نعم. ليته يعني بالملل دائما الخفق لم يزل حتى الهجر فانبرى يقتل اليأس بالأمل. هذه الأشياء رسمه الأمير عبد الله الفيصل زمان هذا الكلام، وكنت عاشق أنا ولست في صبايا في الأيام. ونجاح سلام أيضا أعطيت لها كثير من الفنانين اللبنانيين آنذاك، لأنه كان وجودي دائما متواجد في بيروت في لبنان حبيب قلبي. وبعدين طبعا فترة طويلة قضيتها في لبنان، ولما شاهدت الظروف اللي مرت على لبنان اضطريت انه انتقل الى ارض الكنانة ايضا واواصل. نعم. كواضواحيها نرحب بكم معنا وبرنامج سهرة. ونستمر بالقناة مع الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه أبو أصيل، وهو معنا على الهواء مباشرة من لندن. ونرحب بك أبو أصيل مرة أخرى. يا حية وسهلة معاك. بس حبيت أقول لك أن الفنان أحمد فتحي يقول كل ما يكبر الفنان أبو بكر يشعر أو يكون أكثر
بإبداع وتميز مع طبعا الخبرة اللي فيها. وطبعا يمكن هذا أخذنا أو هالتعليق أخذنا أكثر لشريطك الجديد وألبومك الأخير اللي كان فعلا ناجح وأغاني جدا جميلة. شمس الظهيرة. أيوة أنا سميته هذا بالمكشوف. لأنه يعني حتى سمعوا بعض منه الآن، لأنه يعني تركت فيه طبعا نوع من الموسيقى الخفيفة. نعم. ووجدت الغزل أنه يجب أن لا يكون بهذا الشكل المحسوس الملموس الذي يتغزل. نعم. من جانب واحد سواء كان من الرجل أو المرأة، تعالوا بأبغاك، يعني في 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 هوس مادي أكثر من في هوسة. نعم. وأنانية. نعم. فعملت فيه نوع من الرمزيات. نعم. وفي قالب غزلي يعني. نعم. بحيث أنه له رمز والمعنى في بطن الشعر زي ما يقولوا. نعم. نعم. بالفعل كانت أغاني كلها يمكن جميلة جدا، مثل شمس الظهيرة. أيه من يقول لك لا الفيافي. نعم. في اللي فيه. نعم. شوف كيف استعملت يعني في نوع من الجناسية. نعم. يا ساكنين الفيافي في اللي فيه من فوق تخلي حبيبي من فوق تخلي عيوني سالت مسايل شمس الظهيرة كوتني. نعم. وارضي بعيدة وتفضلوا وظللوني حول المناهيد. الله شيء جميل. ريم اسمحي لي تفضل هذه المداخلة. هذه الفنان بكر مثل ما قبل شوي صرح ان هذه فكرة جديدة، او مثل ما يقول هو يرمز للشيء ما يتطرق ل على قولتهم على طول، بس رموز اتخذ في شريطه هذا مثل ما يقول الفنان بكر. الشريط هذا طبعا من ألحانك ومن كلماتك ومن أدائك. نعم. أنت كشاعر أو كملحن ما تخاف يصير عندك تكرار أو روحانية التكرار مثلا؟ كل الخوف، كل الخوف، عشان كده تجد إنتاجي يعني مقل جدا، يعني مقل جدا. ولكن الحقيقة أريد أن أعيش مع الشاعر بشعوري وشعوره هو. نعم. فالشعراء اللي غنيت لهم حال البعد بيني وبينهم. نعم. وأنا بيني وخليها بالمكشوف، أنا أسمي شغل المكشوف. ما أحب الشعر بالرسائل وبالبريد، يعني تعال شو أنا برسل لك شعر وغنى، يعني حاجة إذا ما إذا يعني إذا 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 إذا, إذا ما تحس بوجدان الشاعر، وجدانه حتى أمامك، تأخذ من 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 من, من شعر عيونه، تأخذ من صمته، تأخذ من وجدانه، تأخذ من تأخذ وتعطي معه أكثر ما هو ترسله بالبريد تقول لك غني لي هذه الأغنية. أشوف فيها نوع من الإيه، من عدم التكامل. وعشان كذا للأسف أنا غنيت المحضار أنا كثير، وغنيت الفايق عبد الجليل كثير، وغنيت مجموعة من الشعراء اللي التصقتهم التصاق وجداني كثير. هذولا فقدتهم أنا للأسف الأيام هذه، حال البعد بيني وبينهم سواء كان محضار أو فايق الله يفك أسره إن شاء الله قريبا. ومن هذا القبيل فوجدت عندي نوع من الانفصامية إذا صح التعبير، يعني كذا بعد ليه طيب أتكل على نفسي أنا وربنا كريم. شيء جميل. نعم. فنان بكر عفوا. نعم تفضل. كان في هناك مشروع تعاون بينك وبين الأمير بدر عبد الله، ما ندري هذا المشروع وصل إلى أي حد أو؟ والله يا ريت. هو كان هنا في لندن لما أصيل شافها أعتقد، انا للاسف ما التقيت به يعني جيت بعد السفر واعتقد. وبدر عبد المحسن مدرسه عجيبه جدا من الشعر السهل الجميل الذي يمكن يرص في بيان الموسيقى فيه، والجمال الموجود فيه في صوره وخياله وتفعيلاته. وان شاء الله منك يعني منك للسماء. الله كريم. ونرجع مع ابو وصيل لاخر البومه على المكشوف مثل ما قلت. يا ساكنين الفيافي. وعلى المكشوف. وبالمكشوف. اي والله. احنا في ارض الضباب هنا، حتى لو كشفنا ما حد يشوفنا. اي والله. ونقول عن الكلمات بالفعل يعني لفت انتباهي، حد دخل في الخط. زين يا اختي بتحطين دائما تحكي بالابر على قولهم. اي والله. المكشوف دخل في الخط. شوفي مصلحتك كيف. نعم. حد دخل في الخط ما بيننا، حد من العزال اللي يعزلون، ونسمع شيء ايش يسمع مننا غير همس الحب ترويه الشجون. الله. بهذا المعنى. جميله جدا جدا. الله يحفظك. وشمس الظهيره ونسمعها. طيب. شمس الظهيره
حيتا والضبع لغن للوني حول البناء مسايدي ساكنين الفيافي في اللي فيها من بعد خلي عيوني سالت مسايدي ذلول المطايا تعبت عليا والدرب طول ورجلي من مين لا مين حتى ذلول المطايا تعبت عليا والدرب طول ورجلي من مين لا مين بعيدة من الحب نشرب شربة هنية وكل شيء يلمعنا قيد التسهيل عسى من الحب نشرب شربة هنية وكل شيء يلمعنا قيد التسهيل معكم دائما NBC ونظرة تهيج شجوني يلعيط ليا طيل النظر ما علينا بالقالب والقلب 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 نظرة تهيج شجوني يلعيط ليا طيل النظر ما علينا بالقالب والقلب كول كول ظهيرة من ألبوم الفنان الكبير أبو بكر سالم ألبومه الجديد والأخير على المكشوف وما زلنا معكم أعزائي المستمعين ومعنا الفنان أبو بكر سالم بالفقيه على طبعا على الهواء مباشرة عبر أثير NBC على المكشوف أيضا وعلى المكشوف أيضا وطبعا صوت أصيل صوت قوي ما شاء الله ما أدري أقول لك يعني طبقات صوتك ما بين عالي ومنخفض عمل لي مكيدة يا الله مكيدة ولكنه لندن؟ الحمد لله يعني مكيدة في محلها إن شاء في محلها الحمد لله يعني نعم كشفت قبل حقيقة هي تكاملت أضلاع الأغنية هذه من كل النواحي نعم لأن أنا صديقي شاعرها أيضا الحبيب أحمد الظاهر نعم وشعرت أنا في بيان شعره الآن أنه عنده خيط حزين جميل جدا رغم الشعر النبطي فيه والأغاني الخفيفة نعم. إنما يظهر في شعره نغمة حزن جميلة نعم. ويعني بداية من مكيد الآن برضو نحن أنا وأصيل إن شاء الله نعم. نعمل له بعض الأغاني المرتبة إن شاء الله بحيث نعم. إنها تنشر سواء كانت على صوت أصيل أو صوتي أو نعم. صوت غيرنا إن شاء الله شيء جميل جدا الفنان أبو بكر عفوا بسريم أصيل خطى خطوات لا بأس فيها بالفن وقاعد يثبت نفسه من كسب لكسب أنت كأب وفنان في نفس الوقت كيف تتمنى أنك تشوف أصيل في الفن أو في الساحة الفنية والله أنا أذكر أصيل الحال زمان أذكر نفسي أنا ذاك زمان لأغنية المحضار يقول فيها وين عادك صبر يا قلب على السيرة عادك إلا قلبت الطريق
الله. فالإنسان لازم يكون عنده طموح ما في شك، لكن يشوف نفسه للسعادة قبل الطريق، لا يقول أنا خلاص وصلت من المكان ما وصلت، لا بالعكس، الفنان يكون طموح دائما يشوف ما عمله لسه عاد هلا في أول الطريق يعني. فأنا أتمنى من أصيل كذا أنه يكون عنده مختارات طيبة، نعم، وأنه يكون عنده توأدة ولا يشد الرحال بقوة حتى لا يكون عنده زخم كثير ويكون عطاء أسفافي كثير. طيب وهذا ما هو الأصيل وحده، نعم، لكل أصيل، كل فنان، لكل فنان أصيل، نعم. أنا كلهم حبايبي، بحب عبد المجيد كثير، وبحب راشد، وبحب سهيل، نبيل سهيل، وبحب كثير من الفنانين المتواجدين في الساحة البراعم الطيبة هذه، يعني بشوفهم زي أصيل بالضبط، إنما أتمنى لهم حسن الاختيار، وهذا بيبقى طبعا لهم يعني لوحة على مدى التاريخ بالتأكيد. نعم. أبو أصيل، هل تعتقد أن فعلا أصيل أبو بكر متبع مدرسة أبو بكر سالم؟ حتى لو مدرستي يتبع النهج على الأقل، نعم، نهج الطريق يعني، لا يكثر كثير، لا يكثر كثير، يعطي عطاء بدل ما يعمل 10-20 يعمل 4-5 يعني. نعم. ونسمع مكيدة من والعوامل تدبروها. نعم. مكيدة والعوامل تدبروها، بلا ذنب ولا هو قصد منا، بلا ذنب ولا هو قصد منا، دعونا بالهوى نشكل وجيع، دعونا بالهوى نشكل وجيع. ربيع يا سبحان رب ما تغير، يا سبحان حظك ما تغير، يغير الخلايق للخضيع، يغير الخلايق للخضيع. ربيع مكيدة، نعم، وفضلتك على العالم جميعا، حسابك صدقت العوادل، حسابك صدقت العوادل، بعد ذاك الغلا حبي تبيع، بعد ذاك الغلا حبي تبيع. عيوني وسيا تفضل عيش في قلبي وروحي، تفضل عيش في قلبي وروحي، إذا ما طاوعك الوقت ضيع يا ضيع، إذا ما طاوعك الوقت ضيع. مكيدة
وين وابو بكر بكل ابوه وحاني انت غنيت ويا اصيل، ما ادري حابين نسمع اصيل ذاته يغني وياك، ايش رايك؟ ان شاء الله ان شاء الله. ها هو غنى معايا في اغنيه زمان قلت له يا ريحه اهلي. نعم نعم، لما كان لسه هو في امريكا يدرس يجي لي بس بين فينا وفينا يعني. نعم ف يعني كان قلبي معه وجداني معه، ودعتك الله لا لا تولي يعني باه يولي ولا يولي يعني، شيء جميل ولكنه بعدين عبسه وتولى. نعم لا ان شاء الله دائما يكون وياك. نعم اسمحي لي تفضل. فنان ابو بكر بدايه اصيل او اول اغنيه او اول مره كنا قدامك اصيل كان في قصه وكان في اغنيه ايوه ايوه. على فكره اصيل كان ما يعني عنده نوع من الخجل يعني ما يغني، انا اعرفه اسمع من اصحابه ومن اهله ومن امه انه يلطش العود احيانا مني بالليل ولا حاجه ويروح مع اصحابه في الخيمه، في خيمه في بيتنا في الرياض هناك يجلس مع اصحابه فيها ويسمع دندناتهم ونغماتهم عن العود وخلي لهم حالهم، لكن مواجهه كذا انه يغني قدامي ابدا الا في اخر ما اعطيت عبد الله الرويش الله يحفظه شريط انا البوم فيه انا سيني الحبايب وش فيه اغنيه اسمها اخلص النيه ترنية مطية نوع من الحجاز كذا، فهذه دخلت نخوش أصيل كثير يعني، وما أدري هي غيرة أو هي بداية إنه ها بسمعك كيف أنا أغني كمان زي فلان وفلان. فغنى أول مرة يغني قدامي أخلص النية ترنية مطية، فالحقيقة إنه أبكانة فعلا لأنها بكيت يعني. كيف كان استقبالك لها الفنان بكر كموهبة جديدة؟ هو يعني فاجانا الحقيقه، فاجانا كثير وفاجانا اكثر واكثر انه عنده حصيله من الالحان طيبه زي شمس بيني وبينك، زي اللي اعطاها عبد المجيد عبد الله احبك ليه انا ما ادري، ويعني هذه حصلت عنده بوادر وتهيئه طيبه جدا وعنده جمل لها شخصيه وبيانيه محدوده له هو يعني ظهره هو لكن بقوله لسه عادة كلا قضبت الطريق. الملاحظ أبو أصيل أن الفنان أصيل أيضا يمتلك حنجرة قوية لا بس ما بطلع كما حنجرة تبو صدقينا يا والله، لكن ما أدري أنا أرفع الصوت عليه وهو ما يقدر ما يقدر ها يعني، لكن أكيد لما يكبر شوي يكون عنده أولاد ويكون عنده هموم وآلام فالحنجرة حتعرض. لكن ملاحظ أيضا أن صوته دافئ وحزين يعني، وما أدري أغانيه تقريبا مائلة للكلاسيك الحزين أكثر. أنا أحساسي كذا أنا معك يا أخي صحيح انه حيرجع نفس المنوال هذا. نعم لان النغم هو اذا ما فيه يعني نوع من النبره ونحن عاطفيين بذاتنا يعني. نعم. العرب كلنا عاطفيين لما نغني لما نقول شعر لما يعني فيها نوع من التراضي ونوع من العاطفه. نعم وهكذا يعني هموم الدنيا ما كلها ما في مصنعيه كثيره يعني. وقاعد يذكر الفنان ايضا هموم الدنيا وهموم الدنيا والهموم هذه زينه. نعم. تثقل فنان. نعم تفضل حمد. ابو بكر. نعم ابو بكر كفنان انت وشعور فنان احيانا لما يغني اصيل اغنيه ممكن انها تجي عليك انت او على طبقه صوتك او شيء ما تحس بالغيره؟ الا اي شيء جميل لا شك الفنان يغار منه، ما يغار يثيره كثير، ليش لا؟ انا ما استبعد بس اذا الله اعطانا يعني صح على عمري انا 20 سنه الان طبعا ما شاء الله ايوه، فليه لا ما اغني لاصيل ولا اغني لاي واحد، الجمله تشد كثير. انا كثير من اغاني كنت طلال الله يذكره بالخير وكثير من زملائي في المرشدي محمد سعد عبد الله كان مدرسه جميله، كنت ارتاح لما اغني اغانيهم حقيقه يعني، لان هذه انفاس تاتي وفيها وجدان، ما هم طابق وجدانك انت الانسان ليش لا؟ ممكن يعني اذا بكره مثلا اصيل جهز كلمات ولحنها لك تقبلها منه وتغنيها بصوتك؟ ليه لا ابدا والله العظيم من غير فيزا الى لندن ابدا على طول. شيء جميل. نعم طيب ولو رجعنا لابو اصيل ايضا لالبومه الجديد على المكشوف ولا ذا ولا ذي ايضا. ايه ولا ذاك ولا ذاك دلوا على خاطري من طول هجرانك، حاضري من امسي وامسي معاك حتى الامل مل
من غيرك على شانك. الله. لا ذا ولا ذيه ولا ذولا سلوا على خاطر من طول هجرانك. الله. نعم. ريم ايش رايك حمد نسمعها بصوته ولا نسمعها معنا؟ معنا نسمعها. نعم. معنا سلوا على خاطري طول هجراني. ذا ولا ذي ولا ذولاك سلوا على خاطري من طول هجرانك. لا ذا لا ذا ولا ذي ولا ذولاك سلوا على خاطري من طول هجرانك. حاضري من أمس حاضري من أمسي أمسي معك حتى الأمل مل علشانك أحد الأمل من غيرك علشانك. لا ذا لا ذا ولا ذي شلت صوبي وما روح مع الأولي يا سر أسراري متى ألقاك وحيا بحبك وأتواجد وجدانك. يسر أسراري متى ألقاك ألقاك وحيا بحبك وأتواجد بوجدانك. نعم 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 صبرتنا صبري على لبنانك وسلطك ربي عليك يا زين سلطانك وسلطك ربي عليك يا زين سلطانك. لا ذا ولا ذي ولا ذولاك سلوا على خاطري سلوا على طول هجرانك. معكم دائما NBC. يا منى روحي أبترجاك عد مرتوينا بعد من في ضمعيانك. عد يا منى روحي أبترجاك عد مرتوينا بعد من في ضمعيانك. عد ألف مرحب بك حياك 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 القلب دارك واد الحب بستانك. القلب دارك واد الحب بستانك. ولا خاطري
هذية ولا ذولك ذولك سلوا على خاطري من طول هجرانك هذا ولا هذية ولا ذولك سلوا على خاطري من طول هجرانك حضري من أمسي أمسي معك حتى الأمل مل من غيرك على شان وحتى الأمل مل من غيرك على شان لا 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 جريدة الأهرام. عندما تكون مسافر وتحضر حفل الفنان بكر سالم في أقرب فرصة تحجز وترجع إلى بلدك. وفعلا الكاتب أنيس منصور ثاني يوم حجز ورجع مصر. إيه هذه صح. هذه أنا عملت حفلة في ألبرت هول في هذا التاريخ بالذات، وكان حضرها جمع غفير جدا من الـ من الـ من الـ من الأخوة العرب المتواجدين في لندن آنذاك، سواء كان على مستوى السفراء وسواء الأدباء وسواء الطلبة، حضرها أكثر من 4000. وكانت حفلة في أنا بعتزها كثير جدا جدا، قامت بها شركة من عمان من مسقط. للأسف الآن ما ظهرت إلى حيز الظهور لأنها صورت بتصوير جميل جدا، وكانت حفلة متكاملة بالنسبة لي، وأنا غنيت فيها مجموعة من الأغاني سواء كانت من أغنياتي أو من أغنيات المحضار أو فايق عبد الجليل أنت وين، من الأغاني الطويلة هذه غنيتها هذيك الأيام، وكان لها صدى طيب يعني كان لها صدى طيب. نعم شيء جميل جدا. كانت أعتقد بس تذكير بس ريمان، كانت هذه الحفلة في ألبرت هول. ألبرت هول لندن. مثل ما أعتقد الفنان بكر سالم وين على المهرجانات الآن؟ ما والله بقول لك بالصدق أنا معاه في مهرجانات، أصبحت مهراجة. أي والله، لأنه المهرجانات يبغى لها تحضير حقيقة. يعني أنا في الحقيقة كنت مقل من شبابي من بدايتي في بيروت، ما ظهرت ذاك الظهور الحافل بالمهرجانات والحفلات أو يا أساكنة وصل الخيال وفي قلبي انت الحقيقة يا اروع احلامي محال انساك في عمري دقيقة يا ساكنة وسط الخيال وفي قلبي انت الحقيقة يا اروع احلامي محال انساك في عمري الدقيقة تكفين 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 انا انتظر دورت لك وانت معاي دقات قلبي اتخيلك تخيلت تصورت كنك معاي تمشين دربي دورت وانك معاي
دقات قلبي اتخيلك تخيل تصورتك تصورت كنك معاي دقات قلبي وانا يا حبي يا انتي يا قلبي حبيت انا حب راسي ما تسع
تزحزح الظنون براسي ما تزحزح الظنون براسي. أبو وصيل الله يعطيك العافية. وحد دخل في الخط طبعا الأيام هذه الخطوط كلها متشابكة خصوصا الموبايل والجوال الأيام هذه الله يعين المحبين والتداخل. طبعا احنا ما راح نقدر يمكن او بعد قليل بالمعنى الأصح انه راح يصادفنا حصاد اليوم كالمعتاد راح نتوقف وقفة بوصيرة. لا عملت راح نعطيك ايضا راحة. لا عملت الكثير والله شوي تسترجع ايضا ذكرياتك الحلوة ونرجع لك. اعتقد الحصاد اليوم راح تكون مع زميل سالم العبادي ولا نعود بالتأكيد مع الفنان الكبير ابو اصيل ابو بكر سالم بالفقي. الله يعطيك العافية. شكرا يعني. ايش ايش على ايش ومن اجل ايش ليش ايش على ايش ومن اجل ايش ليش ايش على ايش ومن اجل ايش ليش 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 على ايش ومن اجل ايش على ايش تزعل وتشكي وتسأل وتمشي وترحل على ايش على ايش وتشكي وتسأل وتمشي وت...